بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عيسى مع موقع وقف أونلاين. في المرة السابقة شرحنا عن الكاستينج وتذكير أيضا لعمليات الحسابية. اليوم سوف نشرح السترينج ميثود. ما هي السترينج ميثود؟ أو مصطلح السترينج ميثود يعني العمليات السترينج، أي أنا يوجد عندي كلمة. ما هي هاي الكلمة؟ أريد معرفة طولها لهذه الكلمة، أريد معرفة الأحرف الموجودة بين رقم، بين موقع رقم 5 لموقع رقم 8. أريد أن يدور لي على حرف O ويعطيني موقع حرف O. فلنرى. طبعا أخي الكريم يوجد صورتين سوف أرفعهم مع الفيديو، وسوف نشرحهم ايضا من خلال الفيديو. اخي الكريم انا عندي كلمة string، مثلا x تساوي وقف online. اريد ان اعرف ما هي هذه الكلمة. الآن أخي الكريم تضع كالآتي، مثلا أريد أن أطبع system.out.print هنا في خطأ، هنا سوف لن يطبع الكلمة، هنا سوف لن يطبع طول الكلمة، هنا سيطبع الكلمة نفسها. أوضع اسم الفاريبل كما هو، أوضع كل حرف دوت أو رمز دوت. كلمة طول تعني بالإنجليزي length. هنا يوجد أقواس، تتركها فاضية كما هي، أي ال x، أي أن وقف أونلاين x أي وهي تدل على كلمة وقف أونلاين، أي أن وقف أونلاين دوت لينك. أي هنا سوف يعد لي ما هي طول موقع وقف أونلاين. 11 سوف نعدها معا، 1 2 3 4. ايضا السبيس تعتبر حرف، 5 6 7 8 9 10 11. اذا صحيح. طب يوجد طريقة اخرى اخي الكريم، هنا اترك الان، اريد ايضا ان ادخل هذا في string، اي انا اريد ان اوضع الطول في، عفوا الطول يوجد هو انتجر ليس string، عفوا اخي الكريم، اريد ان يوجد الطول في variable ثم اطبع هذا variable x.length. لماذا انا وضعت انتجر؟ عندما طبع لي هنا 11 ما هي؟ أليس العدد صحيح؟ أي أنها انتجر، وهذا هو الفكرة، أي أنه عندما يرجع لي انتجر سوف أوضع انتجر، عندما يرجع لي دبل سوف أضع دبل، عندما يرجع لي بوليان أو كاركتر سوف أضع الديتا تايب الذي أنا أحتاجه، أي ما يرجع لي هذا الميثود، هذا السترينج ميثود. ما هو هذا السترينج ميثود؟ هذا يعتبر string method. السترينج اسم السترينج دوت length يعتبر string method، اي ان string دوت length هي
تعتبر عملية من عمليات string. length ترجع لي integer أي ترجع لي رقم، فإذا هي ترجع لي رقم فأنا أحطها في integer وأطبع قيمة الواي، أيضا سوف يعطيني 11. أخي الكريم أنا أفضل في هذه الحالة إذا أنك لم تستوعب أو أنك تنسى في السريع أو أي شيء آخر ممارستها، وأنا ما أقوله تكتب ورائي في على دفتر أو على ورقة، أي أنك تأخذ محاضرة في الجامعة أو في المدرسة أو في أي شيء أو معهد أو ما شابه، يعني أنك تحطهم تكتبهم على ورقة ما هو ما هذه الأشياء. لأنك أخي الكريم، طبعا أخي الكريم أنا سوف أعطيك هوموركات، سوف أعطيك أشياء أخرى كي تقوي حالك، سوف أعطيك مواقع تدعمك بالجافا وأي شيء آخر يمكن مراجعته عن طريق المنتدى موقع وقف أونلاين، وسيتم إجابتك في الحال بإذن الله. الآن أخي الكريم أريد أن أوضع مثلا كلمة هالو في string. الآن أخي الكريم أخذنا هذه الطريقة string، أعرف variable وأوضع فيه كلمة، نعتبر أن كلمة وقف أونلاين أصبحت هالو، وهنا أيضا عرفت variable. أخذنا طريقتين، إما أن تعرف variable، إما أن تعرف variable من نوع integer وتوضع فيه الطول الكلمة ثم تطبع هذا variable، او توضع الفاريبل string نفسه دوت لينكث داخل سيستم دوت اوت دوت برنت. يوجد طريقة اخرى ان اوضع طوال سيستم دوت اوت دوت برنت واطبع هنا كلمة اكتب كلمة hello دوت لينكث. الان اخي الكريم عندما وضعت هنا هذه الكلمة، هذا أليس string؟ هو هاي string، وهذا أليس أيضا string؟ كما قلنا أي شيء يوجد بين double quotation فهو string. فإذا أقدر أن أوضع الكلمة hello dot length هاي هي خمس كلمة hello، خمس أحرف، واحد اثنين واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. الآن انتهينا من أول data type string method. نأخذ النوع الآخر وعرف أيضا string x تساوي وقف online online. إما أيضا أن أوضع system dot out dot print len. الآن string dot ونأخذ ال variable الجديد، عفوا string method الجديد وهو character at. character at يقبل داخل الاقواس باراميتر اي كيف اقولها لك، هنا في بين القوسين يعتبر باراميتر، وهو مثل انا ابعث له قيمة وتكون هذه القيمة من نوع integer اي ابعث له رقم مثلا يريد ابعث له 4، عندما أعطيته 4 الآن سوف يدخل على كلمة وقف أونلاين يعطيني الحرف الموجود في الموقع 4، وفي الكاركتر آت لا يعد 1 2 3 4، يعد 0 1 2 3 4، أي هنا 0 1 2 3 4. هنا سوف يعطيني سبيس، أغير حتى يعطيني رقم حطه 5 5، سوف يعطيني الأو، نحط رن فعلا أعطاني الأو، أي أنه يبدأ 0 1 2 3 4 5 وهي تكون الأو.
هسه اخي الكريم، فلنبدأ العد ونرى. صفر، واحد، اثنين، ثلاث، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عندما هنا اوضع له رقم 11. ما توقع ان يأتيني؟ سوف يعطيني nothing، لا شيء، اي ان هناك خطأ. انت معطيني كلمة موجودة داخل السترينج قيمتها اكبر من 11. لاحظ هنا string index out of range 11، اي ان السترينج التي انت معطيني اياها 11 خارج عن نطاقها. حسنا اخي الكريم، اوضع 10 سوف يعطيني على الحرف اي وهو اخر حرف. الان في موقع 4 السبيس ماذا يعطيني؟ سوف يعطيني السبيس نفسها، ها هي سبيس. لاحظت اخي الكريم، اي ان كاركتر تعطيني نفس الحرف الموجود داخل ال variable، يعني تدخل في الموقع. ونذكر تبدأ في 0 1 2 3 4. عند حسن أخي الكريم، أريد أن أعرض أدخل هذا الجواب في أعرفه داخل data type ثم أطبع هذا data type، أي أنا أعرفه داخل variable ثم أطبع variable. الآن إذا وضعت character at ماذا أعطاني؟ ماذا أعطاني؟ كما قلنا يمكن عن طريق shift F6 رن على السريع أعطاني الـ O. موقع 5 كان الـ O. الـ O ما هي؟ أليست حرف؟ حرف واحد فقط، فإذا هي character. فأنا أعرف character الـ Y تساوي الاكس دوت كاركتر ات الخمسة، وهنا اطبع واي سوف يعطيني او. اغير قيمة الخمسة الى ثمانية سوف يعطيني الرقم الموجود في ثمانية وهو الاي. حسنا اخي الكريم، السترينج ميثود لم تنتهي وسنكملها ايضا في الحلقة القادمة او المحاضرة القادمة باذن الله. وهناك يوجد على ما اتوقع 5 أو 4 سترينج ميثود ضايلات لم نشرحهم، وسوف نشرحهم باذن الله في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.